الشيء اللي شفناه حاجة عادية بالنسبة للناس يشوفوا احنا عيودات الكل صغار ناقصين خبرة. يرقى روح الممل الشوط الأول مسجل 3 أهداف منتصر 3-1 راهو هذه تدخل في شخصيته هو ما غير ما يشعر في الميتون. صدقني لحكيت معهم لا تكتيك لا تكنيك، قلت لهم رغم ما نوخروش لازم نقدموا القدام وندعموا 3 أهداف بأهداف أخرى باش نكونوا مرتاحين. لكن ما تعرف الكلاسمون ولا البوانات الموجودين 3 بوان كانوا مهمين برشا، علاش لا شعوريا كانوا معناتها متشبثين بالنتيجة أكثر من أنهم يزيدوا أهداف أخرى. لكن على المباراة كاملة الحقيقة كانوا ممتازين جدا، خلقنا برشا فرص، شدينا الكرة، استحوذنا في الكونتر اتاك كنا قويين، في الاتاك بلاسي كنا قويين، في الترانزيسيون كنا قويين. الحقيقة عدينا مباراة ممتازة نستحقوا 3 بوان تاعنا عن جدار. عمده ما تراش أنه أمل حمام سوسة بامال دفوع يوري يعني مستوى فني كبير برشا وتنويع في اللعب، ولكن كي تغيب النجاعة تخسر النقاط. حطيت ايدك على الدي، صدقني نقول لك الجمعه اللي فاتت لعبنا في العمران مع جمعيه محترمه جدا، لعبنا في العمران تقريبا الشوط الاول ننهيوا 3-4 أهداف بالمرتاح، ضيعنا برشا اهداف. اليوم شفتوا التوب سجلنا 3 أهداف لكن كنا نجم نسجلوا حتى 10 أهداف. راهو كور معنا سهله برشا ضاعت، كما نقول ميريت يرجع الجارديان تاع مساكن انقذ جمعيته من عديد الاهداف. الحقيقه ما تنزل نعطيه للناس الميريت نتاعهم، لكن جروسو مودو ولاد هذوما قاعدين يكسبوا الخبره بالبريستياسيون قاعدين يتعداو بها خاصه اليوم بالورقه الحمراء. لكن اللي نجم نقولوا اللي الجمعيه قاعده ماشيه على السكه الصحيحه، إن شاء الله في قدم الجولات تكون أحسن إن شاء الله.